اعتراف خطير جدا، من اخطر الاعترافات واوضحها في حياه راشد الغنوشي وحركه الاخوان، عندما قال الثوره التونسيه صناعه قطريه. الثوره التونسيه صناعه قطريه، كان جريئا بما فيه الكفايه. في يونيو 2012 قال هذا الكلام، قال صراحه بان الثوره التونسيه صناعه قطريه، وقال في مقابله مع قناه العرب القطريه، مع جريده العرب القطريه، إن دولة قطر شريكاً في الثورة من خلال إسهامها الإعلامي عبر قناة الجزيرة وتشجيعها للثورة حتى قبل نجاحها، مضيفاً نحن ممنونون لقطر ولأميرها. شيء خطير، شيء خطير. قناة الجزيرة يعني ما زالت الآن بتعمل بعد كل هذه الفضائح، لم يبقى لها من ورق التوت تغطي عورتها. الغنوشي قال ان احنا الثوره اللي حصلت في تونس صناعه قطريه، صنعتها قطر، تمويل امير قطر، قناه الجزيره التي دعمتنا حتى قبل نجاح الثوره. ده جرى في تونس وجرى في، وهتشوفوا جرى في ليبيا بتصريحات خالد المشري اللي شكر فيها الجزيره، وحدث في السودان بتصريحات الترابي اللي شكر فيها الجزيره، وحدثت في الكويت نبيل العوضي اللي شكر برضه الجزيرة، وحصلت في مصر الإخوان ومرسي اللي شكر أيضا وعمل أول مداخلة مع قناة الجزيرة. فبالتالي الجزيرة هي القاسم المشترك بين كل هؤلاء المتناقضين، كل هؤلاء طيار واحد، فكرة واحدة، أدوات واحدة، مسار واحد، مصير واحد، شكل واحد، دماء واحدة، أدوات واحدة، لكننا لا نعي. القضية أننا لا نعي، والقضية أن الوعي بيجعلنا، الوعي الغائب بيجعلنا ننظر إلى جزئيات، يجعلنا ننظر إلى تفاصيل ونترك القصة العليا، نترك العنوان العريض، نترك هذا العنوان الأعرض، وهو أن هناك جماعة أرادت تفتيت الدول العربية، جماعة أرادت تفتيت الجيوش العربية لتحقيق أهداف ضيقة وهي حكم الجماعة.